الجلال. نظمت كوادر فضائية كركوك بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق بثها حملة للتبرع بالدم دعما لقوات البيشمركة التي تخوض حربا في جبهات القتال ضد إرهابي داعش. وأكدت كوادر فضائية كركوك دعمها لقوات البيشمركة التي تواجه المجامع الإرهابية في جبهات القتال بكل بسالة وشجاعة، وتدافع عن أرواح وممتلكات المواطنين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم في جميع المدن التي تواجه فيها إرهابي داعش بغية إحلال الأمن والسلام. وأعربت كوادر فضائية كركوك عن التهاني لأهالي كركوك بمناسبة ذكرى تأسيس فضائية كركوك التي أمست منبرا لكل الكركوكيين.